بسم الاب والابن روح قدس الان واحد امين لالهنا المجد والكرامه الان وكل وان دهر الدور كلها امين. زي ما احنا واخدين بالنا الكنيسه النهارده بتصلي بالطقس الفريحي. بنصلي بالطقس الفريحي الكنيسه كده قررت ان عيد البشاره بيجي يوم كام؟ 29. وعيد الميلاد بيجي يوم كام؟ 29. والقيامه بتيجي يوم كام؟ فالكنيسة قالت كده هوت ايه؟ الكنيسة قالت ان هي هتخلي يوم 29 ده ذكرى الخلاص، ذكرى الخلاص، فبنحتفل بيه تقريبا كل شهر من شهور السنة، من شهور السنة القبطية. فالكنيسة قررت ده تخليه عيد ونحتفل بيه بالطقس الفريحي ونبقى فرحانين بعمل الله لينا ومحبته لينا. ودي حاجة تخلينا ان احنا نقف عند عمل الله لينا، وعشان نعرف أعمال الله لينا نشوف هو مين. احنا طبعا هنركز النهاردة على الأقنوم الثاني وهو أقنوم الابن، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. طيب أعرف أعماله إزاي؟ أعمال الله ليا أبسط حاجة إن أنا أروح لإيه؟ أروح لقانون الإيمان بتاعي. قانون الإيمان بتاعي ده بيقول لي مين هو ربنا يسوع المسيح، مين هو الله الآب، مين هو الله الابن، مين هو ربنا يسوع المسيح. ربنا يسوع المسيح إذا كنا بنحتفل بعيد البشارة، عيد وعيد الميلاد، عيد التجسد يعني، فبنقول إن هو مولود زي ما سمعنا في الإنجيل، المولود منك قدوس، مولود من العذراء. طيب هل بس هو مولود من العذراء؟ لا، ده له زي بنقدر نقول كده له ميلادين، ميلاد أزلي وميلاد زمني، ودي بنلاقيها موجودة قدامنا في قانون الإيمان بتاعنا. قانون الإيمان بيقول لنا لما نؤمن بالرب يسوع نؤمن برب واحد يسوع المسيح، مين هو؟ ابن الله المولود من الآب قبل كل الدهور، طبيعته مولود قبل كل الدهور. وإيه تاني؟ نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، عشان نفرق ما بين مولود وما بين مخلوق. مولود يعني موجود معاه من البدء قبل كل الدهور كطبيعة، لكن مش مولود إن هو ده كان قبل ده، قبل كل الدهور. طب وربنا موجود إمتى؟ برضو قبل كل الدهور. عشان كده قنوم الآب والابن والروح القدس من يعني ما فيش حاجة اسمها بداية، بس قبل كل الدهور. فنلاقي أنه مولود من الآب قبل كل الدهور. لو حاجة حاولنا نعقلها يمكن حتى مخنا ما يدركش ما يستوعبش يعني إيه قبل كل الدهور، لأن إحنا يوم ما كل واحد فينا اتولد له تاريخ ميلاد، دخلنا تحت الزمن. يوم ما كل واحد فينا ينتقل له تاريخ انتقال، فإحنا حياتنا دخلت في الزمن. ما بنعرفش يعني إيه الغير الزمن الغير محدود، دي لا نستطيع ان احنا ندركها، وعشان كده يمكن يصعب علينا. ولما يصعب علينا دي حاجه تخلينا نعرف مجد ربنا. لما حاجه تبقى صعبه علينا، مش صعبه يعني مستحيله، صعب احنا نفهمها، لكنها حاجه موجوده، حقيقه موجوده، والحقيقه دي بتخلينا ان احنا نشوف قد ايه ربنا ده اله ممجد. انا مش قادر ادرك هو موجود من امتى، فدي تخليني أدرك مجد وعظمة إلهي ربنا يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور، طبيعته موجود قبل كل الدهور، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، هو أنا والآب واحد، الذي به كان كل شيء. يعني ربنا لما كده جه يخرج ليجي في سفر التكوين، ربنا يقول للنور كن فيكون. كلمة كن ده اللي هو كلمة الله الذي به كان كل شيء، لأننا به نحيا ونوجد ونحيا ونتحرك، كل حاجة موجودة بربنا يسوع المسيح. نيجي بقى للجزء الثاني، ده جزء إيه؟ جزء إلهي، جزء بنحاول إن احنا يعني ندركه، أو بنحاول إن احنا نقر بحقيقته. نيجي بقى لجزء تاني
اللي كلنا عادة إيه بنركز عليه، وجزء يهمنا جدا، بس كان لازم نفهم الطبيعة بتاعة ربنا يسوع المسيح علشان بعد كده لما يجي يقول لنا هذا الذي من أجلنا نحن البشر. يعني إيه من أجلنا نحن البشر؟ لما حد كده يجي يقول لحد إيه أنا عملت الموضوع ده مخصوص علشانك، هتحس بإيه؟ هتحس إنك مهم عند الشخص ده، هتحس إن ليك قيمة كبيرة عند الشخص ده. فإحنا بنيجي نفتكر وربنا بيقول أنا علشانك عملت الموضوع ده كله، هذا الذي من أجلنا. فوأنا بقول كده بصلي قانون الإيمان، مش بسمع قانون الإيمان، وأنا بصلي قانون الإيمان مهم إن أنا أدرك ربنا ده غير محدود، ربنا يسوع المسيح ده غير محدود، لكنه تنازل ودخل تحت الزمن الذي من أجلنا نحن البشر، وعمل إيه؟ تقريبا عشر حاجات عملها لأجلنا، وعشرة ده عدد لا نهائي أبدي يدل على الأبدية برضو. الذي من أجلنا نزل من السماء، أخلى ذاته. إحنا يوم ما نشوف واحد شخصية كده هو مرموقة وبيتعامل كده ببساطة مع الناس، أو ينزل لمستواهم، أو مفيش حراسة، أو مفيش يقول يا شوف البساطة، شوف الشخص الوديع المتضع، بنقول كده الكلام دوت. طب جبناها من فين ده؟ ده ربنا اللي هو مولود من الآب قبل كل الدهور، لما نعرف إن هو من أجلي نزل، اتضع، أخلى ذاته. يعني إيه أخلى ذاته؟ يعني قال، يعني كأن كده هو ممكن نشبهها كأن ملك وقلع كده إيه هدوم الملك بتاعته، قلعها، قال لك لا أنا هسيب هدوم الملك، هسيب كرسي الملك، هسيب القصر بتاعي، هسيب العرش بتاعي، هسيبه أو هتنازل عنه. مش هتنازل عنه يعني أنا هدخل أعمل أعمال كده هوت وأنا متنازل عن الموضوع دوت، أو الناس مش هتعرف إن أنا فعلا الإله. ولو ناخد بالنا في الأناجيل نلاقي إن التلاميذ اللي هم أقرب الناس للمسيح كانوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفين هو مين ولا لأ؟ كانوش عارفين، كانوش يعرفوا، ما كانش عندهم نفس الإدراك بتاعنا. يا ساعات بنقول يا ريتنا كنا في وقت التلاميذ مع المسيح، بس خلوا بالكم التلاميذ دول عملوا إيه؟ ما كانوش مدركين، قالوا له أكل شوية نقرأ في الإنجيل يقولوا من هو هذا؟ مين ده؟ مين ده اللي بيأمر الريح فتطيعه؟ مين ده اللي بيمشي على الماء؟ ما كانوش عارفين، كانوش يعرفوا إن هو الإله، عشان هو أخلى ذاته. طب لو هو ده الإله وكانوا فعلا عارفينه وكانوا واثقين إن هو الإله، كان يجي كده عند الصليب ويمشوا ويسبوه؟ طبعا لا، أخلى ذاته لدرجة إن حتى أقرب الناس له ما عرفوش هو مين. نزل من السماء، أخلى ذاته. وإيه تاني؟ تجسد يعني أخد جسم. التجسد مش معناه إن أخد جسم إنسان، عشان كده بنفرق ما بين تجسد وبعدين نقول إيه وتأنس. تجسد يعني أخد شكل نقدر إن إحنا نشوفه، يعني ده تجسيم لحاجة، تجسيم لفكرة في مخ شخص ديزاينر عمل المنجلية دي، أو عمل الحيطان، أو عمل الديزاين بتاع الكنيسة، لكن هو ياخد شكل إنسان، ده عمل تاني. ربنا قال أخد شكل مين؟ في العهد القديم بنسمع عن ظهورات المسيح في العهد القديم في شكل كده ملاك الله، ده يقال إن هو أحد ظهورات يسوع المسيح في العهد القديم، لما ظهر كده لإبراهيم ويظهر كده في شكل ملاك الله. وبعد كده تأنس، واللي احنا بنحتفل بيها النهاردة، تأنس من الروح القدس، يعني أخد شكل جسد إنسان، أخد طبيعة بشرية، أخد الطبيعة بتاعتنا اللي هي أصلها من فين؟ أصلها من التراب. قال ربنا قال كده أنا هاخد الطبيعة بتاعتك. تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس، أخد شكل إنسان.
ليه دي حاجة مهمة؟ ليه من أجلي ربنا يعمل؟ يعني أنا استفيد إيه من الموضوع ده؟ تجسد يعني أشوفه. لا أحد يرى الله ويعيش. لكن ربنا من أجلي قال الإنسان محتاج حاجة يشوفها. قال أنا هجيلك في حاجة تشوفها يا إنسان. طب وهيجيلنا في إيه؟ في شكل إيه؟ كان ممكن يجي في شكل ملاك، كان يجي في شكل يعني حاجة عظيمة، لكن أخذ شكل إيه؟ أخذ شكل إنسان من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس. وإن ربنا يسوع المسيح يصبح إنسان دي برضو من أجلي ليها معنى كبير خالص. ليه مهم إن ربنا ياخد شكل إنسان؟ عشان الأعمال اللي بعد كده لما يخلصها لما يتممها تكون لخلاصي أنا الإنسان. ده رقم واحد. رقم اتنين، علشان إن هو الإنسان فينا لما يتعب، لما يحزن، لما يفرح، لما يبكي، يبقى مش لوحده، يبقى عارف ان في إله حاسس بيه. ربنا ممكن نقول كده ربنا ده بعيد؟ لا، ربنا مش بعيد، ربنا ده قريب، ده تجسد وتأنس من أجلي عشان يحس بأحاسيسي، عشان يعدي بكل الخبرات اللي أنا كإنسان بعيشها. نبص نلاقي ان هو، نسمع عنه ان هو بكى، عطش، حزن، اكتئب، تركوه التلاميذ، فحاسس بأحاسيس الألم النفسي، فأصبح إنسان عشان يحس بيا، يحس بكل الأحاسيس بتاعتي. يبقى يوم أجي أقول له رب أنا تعبان، أنا حزين، يقول لي أنا حاسس بيك، أنا فاهم الأحاسيس دي. اوعى تفتكر إن أنا مش فاهم، هو ربنا كده كده فاهم وعارف الأحاسيس دي، بس أنا اللي مخي ضيق وصغير كان لازم أشوف واحد زي بيحس الأحاسيس دي وأعرف إن هو ده الإله، علشان فعلا أنا كده مصدق يا رب، أنا كده مصدق إنك أنت بتحس بأحاسيسي، لأنك عديت بنفس الأحاسيس، لأنك أصبحت إنسان عشت في الأرض ليس لك مكان أين تسند رأسك، فأنت حاسس. أنا عارف أنت حاسس بي لما أنا ما يبقاش في حد حواليا، لما الناس كلها تمشي من حواليا، لما احس ان الناس كلها بتخني، لما كل الاحاسيس دي الايجابيه والسلبيه، بس احنا طبعا بنحب نركز على الاحاسيس الايجابيه، ربنا يسوع حاسس بيها. فرح مع التلاميذ وحضر عرس قانا الجليل، وفرح مع العريس والعروسه، وتاكد ان هم فرحانين ومستورين. ايه تاني؟ هذا الذي من اجلنا صلب، اتصلب وملعون كل من علق على خشبة. نفس الشجرة اللي الإنسان كانت سبب السقوط هي نفس الشجرة على خشبة الصليب، اللي هي الشجرة اتصلب علشاني. وتحدد في تاريخ زمني على عهد بيلاطس البنطي، تألم، حس بالألم الجسدي، ومش بس كده، وكبر زي البشر بالظبط، اتولد زي البشر، عاش وحس بأحاسيس البشر، اتألم ألم جسدي وألم نفسي، وسمح لجسده أنه هو إيه؟ يكبر، يموت وكبر. بس بعد ما كبر من أجلي برضو ومن أجل خلاصنا، قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، ومن أجلي صعد إلى السماوات. طب ودي حاجة مهمة؟ طبعا، ما هو ما فيش حد يدخل السماء ذو طبيعة بشرية، لكن لما يصبح الجسد يسوع المسيح اللي ذو طبيعة بشرية له جزء بشري طلع كده هوت، أو كان له طبيعة بشرية طلع السماء، ربنا يقول كده لما طلع سبى سبيا، يعني أنا هاخدكم معايا، أنا هسمح للطبيعة البشرية دي، لأن طبيعتي المخصوصة اللي هي أمن وجنيس دي دخلت، اللي أصبحت شبهكم، دخلتها علشانكم، خلتها تصعد إلى السماء. ومش بس كده، وجلس عن يمين الآب. بنعرف كده أن ربنا كده إيه؟ يتكئهم ويجلسهم. ربنا هياخد كده كل واحد فينا، يقول له تعالى تعالى ادخل بيتي، أنا هقعدك، أنت كل واحد ليك مكان مخصوص ليك. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. وإيه تاني؟ آخر حاجة بقى، وأيضا يأتي، هو جاي تاني.
كلنا ونقول ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. هو ده المجيء الثاني. في مننا هيشوفه وفي مننا مش هيشوفه، بس هنشوفه في ايه؟ في مجيئه، في قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. يأتي في مجده. هو جه اتولد في البداية في صورة يعني بسيطة، لكن هيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، والذي ليس ممكن قضاء. زي ما هو يعني قبل الزمن، هو بعد، هو إلى ما لا نهاية. يعني ده زمن ما لا نهاية، مش معناها ما فيش زمن، ما لا نهاية يعني زمن غير محدود، زمن يفضل يمشي وما يخلصش. كلنا عارفين الزمن اللي بيخلص. لما نيجي نفكر في الزمن اللي ما بيخلصش، مخنا برضو بيعجز، ودي حاجة تخلينا ندرك عظمة الله. عشان كده أما أشوف ربنا اللي هو من أجلي ومن أجل خلاصي، من أجل خلاص نحن البشر، عمل كل الأعمال دي، وبعدين نسمع النهاردة المزمور بيقول لي إيه؟ بيقول لكل نفس بشرية: اسمعي يا ابنتي وانظري، وأميلي سمعك، أميلي أذنك، وانسي شعبك وكل بيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك. ربنا عايزك، ربنا عايز كل واحد. طبعا احنا بناخد المزمور ده بنطبقه على العذراء، وبرضه نقدر ناخده ونطبقه على كل نفس بشرية. ربنا بينده على كل نفس البشرية، يقول: ها أنا من أجلك، أنا من أجل هذه النفس أنا جيت. يقول: اسمع، تعال كده انظر، شوف كده أنا عملت إيه لأجلك، تعال كده اسمع أنا عملت إيه لأجلك، انسى بقى حاجات اللي هي بتشغلك وتعالى خليك معايا. عشان كده احنا بنيجي كل يوم، لما بنيجي القداس بنيجي علشان ايه؟ وشنا كله فين؟ مش بنبص لبعض، صح؟ حتى ابونا مش بيبص لنا غير بس في العظة يعني، لكن بنبص لفين؟ على الصليب. احنا كلنا وجهتنا وجهة واحدة بس، هي يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح. ده اللي انا بشوف لأجلي ولأجل خلاصي، عمل وعمل وعمل وعمل. فعشان كده بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه. تعالوا مع بعض كده نشترك ونكمل القداس وإحنا بنسبح ونمجد ملك الملوك ورب الأرباب، إله الآلهة، الذي من أجلنا نحن البشر أتى وأخلى ذاته وتأنس وصلب وكبر وقام، ومستنين مجيئه التاني. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان دهر الداهرين.